السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمحطة نتاع عين كرماس التي توجد بولاية يارت، ولتدخل في ضمن الخط نتاع الهضاب العليا. إذا هو المؤسف أنه لاحظنا أن كثير من المحطات هي طبق الأصل كوبي كولي. والله هذا شيء مؤسف، يعني ينم عن ضعف النظر والضعف في يعني العملية الإبداعية اللي كان من المفروض تكون لدى المهندسين توانا والمؤطرين يعني المسؤولين. إله السلام عليكم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.